عايزه اروح بقى مع حضرتك لنقطه جميله جدا، لان احنا دلوقتي بنتكلم عن جماهير داعمه بشكل كامل، بنتكلم عن اداره فنيه داعمه بشكل كامل، بنتكلم عن مدير فني اعتقد ان هو رائع حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي ومشواره مع الماتشات المختلفه مع النادي الاهلي، بنتكلم عن لعيبه عادت ليهم تاني روح الحمد لله الفانيلا الحمراء زي ما بتقال باللغه كده الدارجه. دلوقتي احنا عايزين نكمل بهذا المنوال، ام بي عندنا ان شاء الله بكره الساعه 5، والبعض بيقول لك دي مباراه سهله قوي ومضمونه والثلاث نقاط اعتبر ان هم في جيبك، انا هميل للراي الاخر اللي هو مفيش حاجه اسمها مباراه مضمونه وممكن جدا يحصل مفاجات غدا. بتشوف المباراه سيرها ازاي ممكن يكون بكره كابتن عادل؟ والله انا قلت زمان وقلت مع اسلام حتى في الحلقه اللي فاتت، قلت له مفيش مباراه سهله وصعبه. انا النادي الاهلي وانا بلاعب منافس بحترمه. بحترمه بمعنى ايه؟ ان انا ببقى عارف هو بيأدي ازاي وانا درسه كويس ولعبت وهي نازله في شيء من الخوف الايجابي. الخوف الايجابي ان انا عايز ابدع وعايز امتع جمهوري، وبالتالي مفيش حاجه في الدنيا اسمها صعب وسهل. في حاجه ان انا طالما مركز في عملي وبتقن عملي وتكليفات المدير الفني انا نازل بنفذها، والجمهور اللي في المدرج ده اللي بيجي والجمهور اللي مش في المدرج ده، انا في المدرج فيه 3000 وفي 90 مليون بيتفرجوا عليه. صحيح صحيح، 90 مليون دول قاعدين في البيوت في المقاهي في بره في البلاد العربيه في اوروبا، كلهم بيسيبوا شغلهم وبيتفرجوا على ال 90 دقيقه بتاعتك. انت ربنا اداك مفتاح تسعد الناس دي، فعشان تسعدهم احنا لما بنبقى ماشيين في الشارع او في اي مكان الناس توقفنا، حتى لما يبقى فيه لا قدر الله اداء مش كويس، ايه يا كابتن فيه؟ بادب وبذوق واحترام، مفيش بقى تجاوز ولا يعني، دايما حتى الانتقاد بيبقى فيه نوع، عارفه لما واحد بينتقد ابنه او صحيح يعني صحيح بنوع من الحب كده والتواضع، وعايز دايما النادي بتاعه دايما في المقدمه. ماتش بكره سهل جدا وفي نفس الوقت صعب لو انا فكرت بطريقه مختلفه. لا لو نزلت زي ما بينزل بعض الفرق المختلفه لما بتنافس، يعني وشفناه يمكن مباراه مع اسوان زمالك واسوان، انت بتنزل لو في ثقه زايده ربما بتنعكس تماما او الجيم بينعكس تماما، فمهم جدا ان بس دي مش عندنا برضو كابتن عادل قوي. طيب. يعني احنا ما بننزلش عندنا هذه الثقه، لا احنا بننزل دايما بندي كل الاحترام للمنافس، ان خلي بال حضرتك حتى الانديه اللي هي او الفرق اللي بيبقى فيه جاب ما بيننا وما بينهم في النقاط او في التصنيف يعني في الجدول، هتلاقي ان بالعكس هم بيلعبوا افضل بكتير مع الاهلي او حتى مع الزمالك عن اي فريق اخر، يعني هتلاقي افضل دايما بيكون مع الاهلي تحديدا. كمان طول عمر النادي الاهلي بطل علشان دي اللي حضرتك تفضلت بيها دي، ان كل الانديه وكل الفرق وهي بتلعب النادي حتى في افريقيا كاس عالم انديه، كل الفرق قيمه النادي الاهلي انه بينافس ريال مدريد وبرشلونه واخد بعض كم كبير جدا من البطولات، فبالتالي كل الفرق بتادي قدام النادي الاهلي اداء يعني يعني فوق افضل ما عنده، افضل ما يعني عنده. لذلك تبص تلاقي الماتش اللي بعديه بعد النادي الاهلي تبص تلاقي في اخفاق لانه بيبذل اقصى طاقه في ماتش النادي الاهلي. الفرق المنافسه بتلاقي الاداء، يعني احنا شفنا ماتش اسماعيلي تحس ان هو ماتش ودي، ما فيش الحميه ولا ولا ولا، وبالتالي طبعا اللي مخلينا في دايما في الصداره انك دايما ماتشاتك كلها قويه. لذلك حتى لاعبتنا في التدريبات واحنا لما بندي لهم شغل وحتى مع الجهاز الفني اللي موجود واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، دايما التدريب بيبقى صوره من المباراه. يعني تلاقي حتى بيبقى فيه نوع من الاصابات في التمرينات نتيجه ايه؟ اللعيبه بتلعب كانها بتلعب في مباراه رسميه. وده اللي بيخليك دايما باستمرار تحصلي على البطولات، 42 دوري، كاس 37، افريقيا 10، كاس عالم انديه 3 برونزيات، على طول طالما اللعيبه داخله وجواها دايما بشبه بالوقود كده زي الطاقه اللي موجوده، فرن شغال. الفرن ده بيديلي طاقه علشان اسعد الناس اللي في البيوت وفي المدرج وفي كل مكان اللي بينتموا للنادي الاهلي، حتى اللي ما بينتموش للنادي الاهلي بيستمتعوا بكره النادي الاهلي. صحيح. بيستمتعوا بالاداء وتنفيذ الواجبات والجوال الحلوه اللي احنا بنجيبها، كل الامور دي طبعا بتبقى مهمه جدا للاعب بحيث ان هو كل مباراه بالنسبه له، وده اللي اتعودوا عليه كل الاجيال، ان انا كل ماتشاتي في النادي الاهلي ماتشات كؤوس.
انا ما فيش دوري وكاس وافريقيا، لا صحيح. كلها على نفس الدرجه من الاحترام.